وقلت نفسي انا انسان بدون شغل يعني. الحمد لله كانت عندي تجربه سينمائيه والأندية السينمائيه، ف يعني ألمنا المسار واصبحت السينما لها معنى لي في الأندية السينمائيه، ثم الشغل في التلفزيون الى اخره. خرجت من البلد والشغل في فرنسا لمده طويله، ولكن لما تغير الوضع شويه واصبحت الامور قابله للتطور رجعت طبعا للمغرب، اولا للتلفزيون، كنت مدير تلفزيون القناه الثانيه، ثم المركز السينمائي. النقطه الاساسيه هو ان فكري وفكر اظن مجموعه من اصدقائي وخاصه هون في مصر، ان البلد اللي تنتج سينما والبلد اللي تسهل انتاج السينما هي بلد تؤمن بالابداع، تؤمن اذا حتما بالحريه. البلد اللي ما تنتج ولا فيلم واحد اتساءل هل فيها فعلا حريه، حريه تعبير، حريه مخيله، حريه ابداع، وحريه تعامل مبدعين مع جمهور. فقس انت البلدان العربيه واحكم عليها، يعني البلدان اللي ما تنتج ولا فيلم واحد روائي ولا حتى التسجيل يبقى معروفه، ومعروف الحاله اللي هي بتعيشها على مستوى فكره وممارستها الى اخره. البلدان اللي تنتج غريب هي فرنسا والولايات المتحده وشمال ومصر منذ 1926. فانا اعتبر بان من البنات الاساسيه من الاسس ان الابداع السينمائي، طبعا في ابداعات اخرى، شعر، ادب الى اخره، بس السينما، الصوره السينمائيه، الصوت السينمائي، التعامل الذي يحكم السينما به في مع الجمهور، الحكاية دي أساسية. ولهذا مصر في مرحلة طويلة كانت يعني أم الدنيا في العالم العربي، لأنها فرضت وجودها بالصور بالتعامل مع الجمهور، وإذا بتدشين شيء غريب وقوي أوي في العالم العربي، المبدع الذي يحاور الناس، يحاور الشعب. كان سينما منذ 26 إلى الاستقلالات في البلدان العربية، كنتم يعني البلد اللي هي بتقول القول للدول العربية كلها تعمل به. الرياضة المصرية طرحت نفسها، لأن ناس المرحلة المعينة في العشرينات والثلاثينات، عصر التنمير، يعني الفكر الحقيقي المتحرك في مصر، فهم أن الرياضة الحقيقية ومستقبل الرياضة في العالم العربي يبقى الصورة والصوت، السينما. كنا احنا اطفال يعني، وانا اتذكر كنت اتكلم في يعني مناسبات مختلفه مع كمال رمزي، يعني كنا نلعب ماتش تنس فكري حول السينما، وكنت افسر له بان احنا في المغرب واحنا اطفال في بدايه الستينات في مرحله الاستقلال، كان كوننا نروح بنشاهد في قاعات سينمائيه في مدينتي انا مثلا طنجة المختلطه الأجناس والأديان وكل شيء، كون نشاهد فيلم مصري يعتبر نضال. الفيلم المصري معنى عروبة قومية، معنى أننا لا نشاهد الفيلم الأمريكي والإسباني والفرنسي. اختيارنا الجمالي كان اختيار سياسي بكيفية لا شعورية. آبائنا بيقولون نفس الكلام، إخواننا الكبار يقولون نفس الكلام. فالرياضة المصرية وضعت نفسها كرياضة حقيقية لغياب الإنتاجات، ولأنها كانت سباقة لتوحيد وحي عربي حقيقي على مستوى المخيلة بالغناء وبالصورة والصوت السينمائيين. لذا أنا كنت كل مرة أقول لابد لبلد يريد أن يثبت كيانه بكيفية حرة مستقلة واعية أن تكون له صوره هو ينتجها بما لها وما عليها. طبعا حيكون الرديء والجميل والمتطور والبخس يعني. فمجيئي للمركز السينمائي يعني كان يوازي قرار قانون كان حيصدر بمساعدة المنتج السينمائي ماليا، ولكن مش مساعدة عطاء بس، بل هو عطاء واسترجاع، نسمي في المغرب تسبيل. التسبيق ده مهم قوي، يعني ممكن يسبق لك حتى يعني 400 و500 ألف دولار كتسبيق على الموارد التي يمكن لهذا الفيلم أن